الجولة. بتكلم على موضوع التصريح رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي على موضوع اللي هو الفيلم الهندي، يعني يقصد فيه فوز الهلال على النهضة بستة أهداف مقابل لا شيء. يا جماعة يعني والله الأمور هذه كانت في فترة قديمة، يعني كنا نضحك فيها على الجمهور، الحين ما عاد ينفع. في فترة قديمة أنه يوم يفوز الهلال يقول لك لا فيلم هندي، يوم يفوز مدرمي يقول لك لا فيلم هندي. هذه كان ما كان في وسائل إعلام، كان الناس ما يدرون، كانت تمشي على الناس. الحين يعني ما في فريق، يعني وش المقابل أن النهضة مثلا بينهزم ستة من الهلال؟ وهل لو انهزم ستة من الهلال يعني عدد الأهداف حتى لو تعادل النصر أو فاز الهلال بياخذ الدوري؟ وضع النصر بالتعادل أو بالفوز أموره بيده في مباراته مع الشباب، ما لها دخل. يعني إلى متى الضحك على الناس بهذه التصاريح وتضحكون على الجمهور؟ والمشكلة أنه الجمهور للأسف أنه عاطفي. يعني أنا ممكن أصدق الكلام هذا مع أنه لا يصدق، لأني أنا ما صدقت حتى في مباراة النصر والاتحاد يوم قالوا الاتحاد باع المباراة للنصر، لأني أحترم نادي الاتحاد وأعرف ككيان لا يمكن أن يقوم بهذا العمل. نفس الطريقة يعني أنا ما أدري، يعني النصر لو أنه تعادل أو فاز في المباراة الهلال بيفوز عدد من الأهداف بيأخذ الدوري؟ لا، في النهاية هي بيد النصر في مباراته مع الشباب. عموما يعني بعض التصاريح غير مسؤولة. يعني أنا ممكن نتضايق من بعض الأحاديث اللي تكون من بعض المتعصبين تمشي، نحاول نحن نبين للناس ونبين للشارع الرياضي أنه لا، هذه التصاريح ناس متعصبين، من المفترض يا جمهور أن احنا ما نمشي وراها. لكن المشكلة أنها تجي من رئيس نادي، لا وبعدين يصدر بيان يقول أنا ما قلت فيها الهلال. يعني خلينا نسمع التصريح رئيس النصر، يعني التصريح من أول الآخرة. يعني ما ودي أقول شيء كذا بس عشان لا يزعلون منا أخوان في نادي النصر خاصة المخدين الدوري، بس خلينا نسمع ونرجع مرة ثانية. والله الحمد لله احنا كنا واثقين ان بناخذ الدوري بالنقاط، لأن طبعا سمعت عن الفيلم الهندي اللي صار اليوم طبعا في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاستاد الأمير فيصل. لكن الحمد لله يعني كنا واثقين انه بيصير شيء، يعني او الحمد لله ياخذ واحد الهداف ولا ياخذون الدوري. احنا ضامنين ان كنا بناخذ الدوري مدرب، عشان قبل لا تسال بعدها لكل حادث الحديث ما قعدنا معاه للان، بغض النظر من بقي بقي ومن قعد قعد. الجولة. طبعا على خلفية هذا التصريح، إدارة نادي الهلال ممثلة بنائب الرئيس محمد الحميداني ذكر أن الهلال سيتقدم بشكوى رسمية ضد رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، وذلك بسبب التصريح الأخير عقب انتهاء مباراة التصريح هذا اللي سمعناه. والحميداني أكد عبر حسابه الشخصي على تويتر وقال أن تعاهد أمام كل هلالي محب وغيور على ناديه تجاه ما لحق القيام من إساءة وتشكيك في حديث الأمير فيصل بن تركي. طبعا صدر بيان من نادي النصر يقول اطلعنا على تغريدات نائب رئيس نادي النصر الأخ محمد الحميداني في حسابه بشأن ما ذكره عن شكوى سمو رئيس نادي النصر على إثر تصريحه بعد مباراة الشباب والتي أشار فيها للفيلم الهندي. عليه نود توضيح ما يلي. أولا أسعدنا تواجد الأخ محمد الحميداني في المجال الرياضي من خلال نادي الهلال، وأصبحنا كنصراويين نتفائل بوجوده بعد أن حقق النصر بطولتين غاليتين. كلام مدرج كالعادة. عموما ثانيا نادي النصر، والله إلا نقول مدرجة ولا مو مدرج، كلام متعصبين، مع احترامي للأخوان في نادي النصر. ثانيا نادي النصر يعيش هذه الأيام فرحة قطف ثمرة الجهود المخلصة التي بذلها القائمين على النادي والتي أثمرت ولله الحمد والفضل على تحقيق الفريق الأول اللي تقدم بطولتي كأس ولي العهد وكأس الدوري كثمرة أعطى نجومنا ووقفة جماهيرنا، وجاء ذلك بشهادة كل. طب ما لها دخل في هذا الموضوع، ما حد قال النصر ما يستحق الدوري. ثالثا سمو رئيس نادي النصر لم يذكر في تصريحه اسم نادي الهلال
أو إدارة نادي الهلال، وهو بشكوى ينطبق عليها المثل القائل كاد المريبة أن يقول خذوني. يعني كل المباريات كانت في, في, في وقت واحد، ورئيس النصر قال الفيلم الهندي اللي انتم شفتوه اليوم في ملعب الملز، يعني اليوم اللي في نفس توقيت مباراة النصر في ملعب الملز كانت مباراة مين ومين مثلا يعني. يعني والمشكلة انه بيان رسمي من إدارة نادي النصر، يعني عموما يعني في بعض الأحيان الواحد يتمنى انه العمل الجيد اللي قامت فيه إدارة النصر ما يكون فيه تشويه، وكنا ننتقد هذه الأمور في حلقات سابقة، ومن بداية الموسم قلنا النصر أو إدارة النصر أو الأمير عبد الرحمن أو عفوا الأمير فيصل بن تركي يوم ابتعد عن مثل هذه المهاترات يعني الفريق كان ماشي بشكل جيد، فليش العودة لنفس هذه المهاترات؟ فيلم هندي ويعني التشكيك في الناس وتشكيك في الذمم، والمشكلة النصراويين كانوا زعلانين على موضوع التشكيك في مباراتهم مع نادي الاتحاد. لكن وش الفرق بين هذا؟ كانت التشكيك بشكل غير رسمي، لكن الآن التشكيك بشكل رسمي من رئيس النادي. احنا ممكن ما نلوم المتعصبين لكن نلوم المسؤولين ورؤساء الأندية. وللأسف يعني أنا صراحة أنحرج أنه من بداية الموسم إلى الآن، ومن المفترض أن احنا نوجه الأمير فيصل بن تركي كل حلقة نقول له وش المفترض أنك تقول وش ما تقول. الآن حتى بيان نادي النصر قاعدين يضحكون فيه على الناس، يقول لك ما قال اسم الهلال. إيه خيال الهلال كان يلعب في الملز في نفس اليوم. لا، وفي نهاية التصريح الأمير فيصل بن تركي يقول لك من بقي بقي ومن قعد قعد. وشون هذه ما فهمتها؟ يعني وش الفرق من بقي وقعد؟ يا جماعة أبعدوا المسؤولين والله على مثل هذه الأماكن من التصريحات. يسيئون لأنفسهم قبل لا يسيئون للأندية، وقبل لا يسيئون للإعلام، وقبل لا يسيئون للوسط الرياضي. ليش؟ لأنه رؤساء الأندية هذول لهم محبين من صغار السن. بكرة لو واحد نصراوي صغير في السن شاف الأمير فيصل بن تركي وهو يقول من بقي بقي ومن قعد قعد، يعني وش الفرق بينهم يا سمو الأمير؟ يعني بصراحة شيء. عموما نتمنى لجنة الانضباط، ما أدري وش راح تسوي في هذا الموضوع، بس ما أدري عاد يمكن لجنة الانضباط، لأن لجنة الانضباط تتخذ قرارات تقول أنه في تهكم. طيب يقول لك الرئيس الفلاني ما جاب طاري أو امتدح النادي الفلاني، يقول لك لا هذه فيها تهكم، هذه واضحة، ويكون في قرارات. ما أتمنى يكون في قرار من لجنة الانضباط أو عدم وجود قرارات على خلفية أنه يقول لك إيش، أنه لا ما جاب اسم نادي الهلال مثل بيان نادي النصر. ترى عادي ترى يسوونها يعني.